النهارده احنا بنتكلم عن قطاع بيتعامل مع كل الشغل اللي بيتم في البلد على مستوى الوديعه امه 1000 جنيه ولا شهاده الاستثمار اللي ب 1000 جنيه لغايه الارقام الفلكيه، وبيتعامل مع الاستثمارات او المشروعات اللي بتتم. بتكلم تحديدا عن قطاع البنوك. قطاع البنوك بيشوف حاجتين، بيشوف السياسه النقديه اللي بيطبقها، وبيشوف حركه الشهادات والودايع والقروض ماشيه ازاي، وعليه في نفس اللحظه كقطاع كبير انه يتعامل بقى مع امنه، مع الاجراءات الحمايه اللي بيقوم بيها لموظفينه وللناس اللي بيشتغلوا فيه. احنا موجود دلوقتي معانا عشان نتناقش في الامور دي كلها، نعرف حركه الفلوس اتاثرت ازاي بكورونا. بعد احنا دلوقتي بقى لنا 3 شهور، يوم 5 في الشهر، بعد بكره الخميس نبقى 3 شهور مواجهه المجتمع المصري لفيروس كورونا. احنا موجود دلوقتي معانا على السكايب برضو بالتواصل الغير مباشر الاستاذ عاكف المغربي. اول مره برحب بيك خارج الاستوديو، وان شاء الله نرحب بيك مره ثانيه في الاستوديو، لكن منورنا وموجود معانا طبعا. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا شريف بيه، وحشنا والله. ربنا يخليك، نلتقي على خير دايما ان شاء الله. ان شاء الله دايما. انا عايز اسال حضرتك، احنا دلوقتي بقى لنا 3 شهور تقريبا في مواجهه فيروس كورونا، شفنا سياسه نقديه بتتغير، شفنا حدود ادنى واعلى بتتغير في السحب والايداع وفقا لقرارات البنك المركزي، شفنا كمان انها اتغيرت، وشفنا الشهادات اللي حضراتكم بدات عملها اللي هي شهادات 15%. فضولا كده، لسه مستمره شهادات ال 15% دي؟ كان اتكلمنا قبل كده وعرفنا انها وصلت لارقام كبيره في اول اسبوع من طرحها، لسه مستمره ولا بقت وصلت لدرجه ثبات؟ لا هي لسه مستمره ان شاء الله. لما الناس بتتكلم عن سعر الدولار، ده بيبقى له اثر مباشر على فكره الشهادات اللي بيتم ايداعها. هل ده ظهر التغير في سعر الدولار؟ حضراتكم في البنك لاحظتوا تاثيره على المعاملات الثانيه؟ هو لغايه دلوقتي التغير اللي حصل في الدولار تغير طفيف، يعني مش تغير كبير، يعني مش اللي هو المؤثر قوي، فلا مش حاسين باي تاثير ليه. هو كان نزول ده يمكن طبيعي مع أزمة الكورونا، مع إن الأجانب ابتدوا يعني بيخرجوا شوية من اللي هي الفلوس اللي هي قلنا عليها الهوت ماني، اللي هي الأموال الساخنة اللي بتدخل تستثمر في الشهادات تولي الأذون، فابتدت إن هي ممكن تخرج شوية، ففي تأثير فيمكن أثر على سعر الدولار، بس كلها قروش طفيفة يعني مش تأثير كبير الحمد لله. لكن يعني كل الخبراء الاقتصاديين او على المستوى الخبراء الماليين كمان كانوا متوقعين التحرك ده في سعر الدولار، حضراتكم كنتم متوقعينه في بنك مصر برضه؟ طبعا، هو بعد التعويم طبعا بقى الدولار عرضه للعرض والطلب، فلما بيتحرك الظروف الاقتصاديه او السياسيه او اي مدخلات اذا كانت داخليه جوه البلد او خارج البلد اكيد بتاثر عليها، ياثر على سعر الدولار، بدليل احنا شفنا ان الاحتياطي النقدي اللي هو كان تم بنائه خلال السنين اللي فاتت بدا ينزل شويه خلال الفتره اللي فاتت، ده نزول طبيعي، ده هو 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 الاحتياطي ده اتعمل عشان كده، عشان نواجه بيه الازمات دي. فالحمد لله، يعني اعتقد الاصلاح الاقتصادي اللي كان اتعمل من الدوله خلال السنين اللي فاتت الحمد لله ان هو كان فعلا اتعمل قبل الكورونا، لان انت لما دخلنا في الازمه واحنا في موقف قوه ده ساعدنا جدا على امتصاص الازمه دي، فخلى التأثير علينا هنا في الاقتصاد جوه مصر اكيد اتأثرنا، مفيش دولة في العالم ما تأثرتش، مفيش دولة قدرت ان هي تطلع حتى مستفيدة منه، لا هو كله اتأثر بصورة او اخرى، ولكن الشطارة هو كان الاول ازاي ان انت نجحنا ان احنا نخلي اقتصادنا قوي فيقدر يمتص الصدمة دي، اتنين ان انت هي حرفية الحكومة والبنك المركزي القطاع المصرفي وكافة قطاعات الدولة، يعني فعلا شفنا تناغم بين كافة الأطراف جوه الدولة، الناس كلها بصراحة يعني أبطال قدروا إن هم يتعاملوا مع الأزمة بصورة متميزة جدا جدا جدا. هل ده معناه إن إحنا ما تأثرناش؟ لا تأثرنا، الطيران اتأثر، السياحة اتأثرت، قطاعات كثيرة اتأثرت زي العالم كله، بس الحمد لله كان ممكن إن التأثير يبقى أكبر من كده بكتير. أقول لحضرتك برضو يعني مثال، يعني إحنا لو بصينا عشان ما تبقاش دي شهادة رأي، إنما أنا بكلمك على مثلا مؤسسات التصنيف العالميه بعد ازمه الكورونا ابتدت ان هي تعيد النظر في تصنيف
مجموعه كبيره من الدول، يعني على الاقل فوق ال 130 دوله تم اعاده النظر في تصنيف الائتمان ليهم، يا اما بنزوله او بنظره سلبيه ليهم، واللي هي معناها نظره سلبيه دي معناها ان هو هيتم تخفيض التصنيف الائتماني ليهم خلال الفتره المقبله ان هو تحت المراجعه. انما مصر الحمد لله قدرنا نحتفظ بالتصنيف الائتماني بتاعنا ونحتفظ بصوره ثابته ليها او نظره مستقره للاقتصاد، فده نجاح اكيد كبير لينا. وبرده زي برده مش معناه تاني اؤكد ان ده مش معناه ما تاثرناش، بس التاثير الحمد لله قدرنا نمتص الاثر السلبي ليه بصوره كبيره الحمد لله. عايز اسال حضرتك احنا بنتكلم عن بنك مصر، البنوك الكبيره في كل في جميع انحاء العالم دلوقتي، عملائها اللي بيشتغلوا اصحاب النشاطات الاقتصاديه، المؤسسات الاقتصاديه اللي بتتعاملوا معاها بتيجي تقول لك انا عندي صعوبات محتاج مساعده، محتاج ضخ استثمار اضافي كمساعده ليا. ايه القطاعات اللي البنك دلوقتي بدا يعمل فيها الحكايه دي، بيضخ مساعده فيها، بيحاول يسند الشركاء اللي بيتعاملوا معاها؟ ممكن لو تسمح لي بس في دقيقتين كده بس نتكلم الاول الدوله عملت ايه بعدين، او القطاع المصرفي عمل ايه بعدين اتكلم على بنك مصر. عايز بس اتكلم اجيب صوره كبيره الاول بعدين قبل ما انزل على اللي اتعمل جوه البنك عندنا. الاول انا عايز اشيد طبعا بالسياسات اللي خدها البنك المركزي. هات لو تعرف اكريكس لسه بتقول الازمه دي بقى لها 3 شهور، هات تشوف كميه الاجراءات اللي خدها البنك المركزي خلال الفتره دي. وبرضو اتحاد البنوك برضو كان ليه دور كبير برضو برئاسه برضو استاذ محمد الاتريبي استاذ الفاضل، برضو يعني ما بين سياسات اتعملت لدعم الصناعه، دعم القطاع العقاري، دعم القطاع السياحي، دعم الاسكان المتوسط، تبسيط اجراءات الاشتراك في الخدمات الالكترونيه وتنزيل سعرها. يعني دلوقتي حضرتك تقدر تسحب من اي اي تي ام ببلاش، مش لازم اللي هي الاي تي ام بتاع البنك حضرتك، تقدر تعمل تحويل لاي بنك ببلاش حضرتك، تقدر بيسر شديد تقدر تشترك في الخدمات الالكترونيه زي المحفظه البنكيه زي بس لسه يعني خلينا نتكلم برضو بشكل مباشر استاذ عاكف، انه الخدمات البنكيه على المستوى الالكتروني لغايه دلوقتي السيستم ضعيف، او زي ما بيقولوا كده المتخصصين ما بيقدمش اختيارات كتير، ما مش يوزر فريندلي، ما هواش مش كل الناس بتعرف تستخدمه ومحتاج انه يبقى اكثر قوه. بص انا هتفق مع حضرتك، بس هي طبعا هي رحله تطور او تطور، يعني تطوير ده مع خطوات، بس اعتقد يعني وجود خدمه زي الانترنت بانكينج او الموبايل بانكينج دلوقتي موجوده، وجودها في حد ذاته شال من على البنوك ضغط كبير كان هيتم على الفروع بتاعتها، وشال من على العملاء ضغط كبير كان هيتم عليهم. هل نقدر نطورها بصوره افضل؟ اكيد، واتفق تماما مع حضرتك، بس دي رحله احنا بنشتغل فيها، وكل يوم بنضيف خدمه جديده بنبسط. يعني كان الاول قبل الازمه كان لازم حضرتك علشان تشترك في هذه الخدمه كانت لازم تيجي وتشرفنا في البنك. دلوقتي المشكله دي هتتحل طبعا بعد قانون البنوك الجديد ان شاء الله لما يتم تفعيله، ولكن البنك المركزي سمح للبنوك باجراءات ابسط للتحقق من العميل، فبالتالي تقدر حضرتك من بيتك تقدر تشترك في الخدمات دي ما كانتش موجوده قبل الازمه. النهارده لو تشوف بس في شهرين من بدايه الازمه، الشهر الثالث لسه الارقام بتاعته لسه ما ظهرتش طبعا، بس الشهرين اللي فاتوا عدد المستخدمين للانترنت عندنا والموبايل زادوا فوق ال 50%، عدد التحويلات اللي تمت عليهم فوق ال 119%. يعني في الثلاث شهور اللي فاتوا دول اللي هو من 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 شهرين، الشهرين اللي فاتوا حضرتك بتقول انه زاد نسبه اللي بيتعاملوا مع البنك الكترونيا 50%. مثلا بقى في خدمات جديده بقى النهارده، مثلا يعني اوريك برضو قد ايه الزملاء في القطاع عندنا في البنك وفي القطاع كله، لما اتكلم برضو بصوره عامه على القطاع ككل، يعني هم فعلا اثبتوا قد ايه هم ابطال وقد ايه هم قادرين يتواجدوا مع الازمه دي بمنتهى الشجاعه وبالابتكار والمجهود. يعني شيء مشرف جدا جدا ان الواحد يشوف زملائه قد ايه بياخدوا تضحيات وبيشاركوا الدوله في هذه الازمه بمنتهى البساطه. وعندي امثله كثيره لو طول وقت حضرتك، يعني ممكن احكي لك قصص كثيره، يعني بطولات يعني لا تقل بطوله عن الزملاء طبعا الدكاتره وغيرهم طبعا. يعني انا لسه هسالك عن الجزئيه دي، بس هفكرك بسؤالي. ايه القطاعات اللي البنك دلوقتي بدا يضخ فيها استثمارات يساندها في لحظات، هي يعني عندكم مشروعات خاصه بشركات سياحيه، عندكم فنادق،
يعني في قطاعات معينه دلوقتي محتاجه انه المؤسسات الماليه والمصرفيه الكبيره تقف معاها. مظبوط. هو لا اجي لسؤال حضرتك دلوقتي، في مبادره زي ما قلت حضرتك ان البنك المركزي عمل مبادره 100 مليار للقطاع الصناعي، ودي وبعد كده تم اضافه قطاع المقاولات برضو ليها، لان دول قطاعات مهمه جدا، ده اللي بيحرك الاقتصاد، وقطاع المقاولات ده كفيف العماله بصوره كبيره، وتحمل طبعا هذا القطاع بالعماله اللي فيه طبعا كتير، فكان لازم ان البنك المركزي والبنوك تسانده، فدي ده جزء من هذا. دي قطاعات اللي هي مهمه اللي احنا بنهتم بيها. في قطاعات مفهوم قليله استفادت من الازمه ومحتاجه ان هي تكبر، يعني قطاعات الحاجات الخدمات الطبيه وغيره. الازمه كانت يمكن بالنسبه له مش يعني تاثيرها ايجابي شويه عليهم، بس يحتاج ان يدخلوا عملنا يعني. بس عملنا لهم يعني في شركه جات لنا بتعمل المطهرات وكده، في ظرف اسبوع كان عملنا له دراسه ومنحه بتسهيلات بمبلغ كبير جدا عشان يقدر يتواكب مع الازمه دي، وغيره بقى كتير يعني شركات كتيره. لو جالك مثال حاجات انا اشتغلت عليها يعني زملاء عليها، انما امثله كتيره لحاجات وقفنا معاها في الفتره دي. يعني هقول لحضرتك برضو بالارقام، احنا حجم القروض بتاعتنا في الفتره من يناير لغايه النهارده زايده 30%، ده معناه ان احنا في وسط الازمه دي لا ما زلنا بنساند القطاعات والشركات الصغيره والمتوسطه، زايده فوق ال 19% خلال الفتره دي. قطاع الافراد زايد برضو، دي مسانده ليهم، كان في مبادره البنك المركزي بمد اجل القروض، ودي استفاد منها كافه القطاعات. فدول قطاعات استفادت. في قطاعات تانية مثلا البرمجيات وغيره برضو احتاجت دعم. بس انت بتتكلم ان في قطاعات بتزود استثماراتها عشان تواجه الظروف وتنمو، وبتتكلم عن قطاعات بتساعدها علشان تصمد، يعني بتدعمها عشان تصمد، عشان تصمد بقى بالظبط كده. اللي بتصمد بقى دي استفادت من مبادرات اللي هي البنات تستفيد من فايده مدعمه ل 8%. استفادت في قطاعات مش بس حتى غير وجود الفايده نفسها، احنا في الظروف العاديه لو كنا بصينا على الائتمان بتاع الشركات دي كان ممكن ان احنا ما نبقاش مساندين ليها بصوره كبيره، لا دلوقتي عشان الازمه دي لا احنا بنقف معاهم. طيب. علشان ده دورنا، وبالذات البنوك الوطنيه هي دايما هذا الدور.